محدش عالم بالمقسوم وحنفضل نجري ونجري نجري لآخر يوم وآخرنا محصل أولنا دي وانا مش موجوده. ليه يكونش هاكلها؟ من فضلك اتكلمي بادب. ايه في ايه؟ الست دي لازم تمشي من هنا فورا. سعاد ليه عملت ايه؟ من ساعه ما اتجوزتك ودخلت الفيلا دي وهي مش طايقاني، بتبص لي كان انا الغريبه وهي صاحبه البيت. دي بتراقبني في كل تصرفاتي، بتكلمني بطريقه سخيفه ورزله وقللت الذوق. من فضلك اديها حسابها ومشيها من هنا حالا. سعاد مش ممكن تمشي من هنا. انت بتقول ايه؟ بقولك سعاد مش ممكن تمشي من هنا. سعاد تبقى بنت عمي. بنت عمك؟ ايوه بنت عمي، والبيت ده بيتها زي ما هو بيتك، ومحدش يقدر يطردها منه. واذا كانت خدمتها ليكي مش عاجباكي خلاص اخدمي نفسك. سعاد تقدري تروحي. انت عمك وبتشغلها في بيتك؟ اللي ما يخصكيش ما تتكلميش فيه. وعلى فكره انا عايز انبهك لحاجه، قولي لوالدتك ما تتدخلش في حياتنا ولا من قريب ولا من بعيد عشان ما يحصلش مشاكل. وانا المره دي حفوتها بمزاجي، بس المره الجايه انت اصلك لسه ما تعرفيش زعلي بيبقى شكله ايه. الو ايه ديدو، ازيك؟ وحشتني قوي. معلش اصلي كنت مشغوله الايام اللي فاتت دي. لا مش هينفع اشوفك النهارده، اصل رايحه عند بابي عشان في مشكله كبيره قوي بينه وبين مراته الجديده، محدش هيعرف يحلها غيري. يعني يومين ثلاثه كده واشوفك. باي باي. ازيك يا حبيبتي؟
الحمد لله، وحشتني قوي. انت كمان وحشتيني قوي. ايه خير؟ انا قلت اجي اقعد معاك كام يوم عشان وحشتني قوي قوي. هايل هايل. ازيك يا دولا؟ عامله ايه؟ وحشتيني. انت كمان. صغيرة وحشتني قوي، فقلت اجي اطمن عليها واقعد معاكوا كام يوم. ادخل. مساء الخير يا شوكة بيه. اهلا يا زكي. عادي. ها ايه الاخبار؟ كل المخلصات والحاجات اللي انت طلبتها هتجهز وتكون عند حضرتك اخر النهار. لا انا بسالك عن الشغل عموما. انت مبسوطه يا زكيه؟ جدا يا شوكه بيه. ده كل الموظفين كبار وصغيرين بيحسدوني على اللي انا فيه. ولسه يا زكيه انت اصلك مطيعه وبتسمعي الكلام وتستاهلي كل اللي وصلتي له واكتر. اكتر ازاي؟ ازاي يعني يا شوكة بيه؟ انت عارفة ان انتخابات مجلس الادارة الجديد بعد شهر. الحقيقة المجلس القديم تعبني شوية، كان في ناس غرضها انها تعارضني عمال على بطال، وكان كل همهم انهم يعملوا مشاكل ويعطلوا الشغل. يبقى خلاص مش لازم يكسبوا في الانتخابات اللي جاي. وده اللي انا ناوي اعمله. انا هجهز كل المرشحين اللي انا عايزهم وحقف وراهم لحد ما اخليهم يكسبوا. ومين سعداء الحظ دول؟ ها ها مين؟ اهم ما فيهم اللي انا حطيته على راس القايمه وحقف وراه لحد ما يكسب، لانه هيكون معايا في مجلس الاداره وهيكون دراعي اليمين. ومين ده دراعك اليمين يا فندم؟ ها مين؟ انت يا زكيه. انا؟ ايوه انت. انت شايفه انك اقل منها؟ أنا مش مصدقة ودهني. أنا هبقى عضو في مجلس إدارة الشركة؟ أيوة يا زكية، عشان كده عايزك تجهزي نفسك للمنصب الجديد وتأكدي إني ما دمت اخترتك يبقى أكيد هتكسبي. ها نقول مبروك مقدما يا زكية؟ وحشتيني يا حبيبتي. انت رجعت امتى؟ لسه واصل حالا. ده انا كنت بعد الايام والساعات والدقائق مستني يوم رجوعي لمصر. ما بقتش مصدق نفسي من الفرحه. وحشتيني وحشتيني قوي يا زكيه. امال فين ايهاب؟ عند جدته. وما جبتوش معاكي ليه؟ اصله اتعود عليهم يعني. وكان انت ما اتكلمتش ليه وقلت انك راجع؟ ما انا حبيت اعملها لك مفاجاه. هي فعلا مفاجاه كده برضو يا زكيه. ما تساليش عني طول الفتره اللي فاتت ولا بجواب واحد، ولا حتى فكرت تكلميني في التليفون. انا اللي كان لازم اتصل واسال عليك. انا اصلي كنت مشغوله جدا، ما كانش عندي ولا دقيقه فاضيه. وايه الحاجات دي؟ ايه العفش ده كله؟ واضح انه تمنه غالي قوي ومتكلف فلوس كتير. هو من ناحيه غالي فهو فعلا غالي، بس اوعى تفتكر ان الفلوس اللي انت كنت بتبعتها هي اللي جابت الحاجات دي. فلوسك ما تجيبش حاجه واحده من الحاجات دي، كل ده من شغلي. شغلك ايه اللي يجيب الحاجات دي كلها في سنه واحده؟ ده انت مرتبك يا زكيه ما كانش بيكفي مصاريفك الشخصيه. لا ما هو ده كان زمان، لكن دلوقتي انا بقيت حاجه تانية خالص. معلش يا محمود، اصل ما جاتش فرصه عشان احكي لك في التليفون. انا ما كنتش متصور ان الامور اتغيرت بالشكل ده، وان في ظرف سنه واحده زكيه تترقى في شغلها وتوصل للدرجه دي.
ظاهرة ماما كريمة ان وشي كان وحش عليها. ما تقولش كده يا ابني. تفضل الشاي. شكرا. مش كنت تقولين انك جاي عشان حد يستناك في المطار؟ ما انا كنت عايز اعملها لها مفاجأة. بس انا اللي اتفاجئت. تصوري يا ماما كريمة انها سابتني يوم ما وصلت. كأني كنت معاها مبارح وما وحشتهاش خالص. راحت تحضر اجتماع لجنة مهمة في شغلها. الظاهر بقى ان شغلها بقى اهم من جوزها اللي غايب عنها بقاله سنة بحالها. ما جبتليش لعبة تانية ليه يا بابا؟ بكرة حبيبي هجيب لك كل اللعب اللي انت عايزها. ماما جابتلي لعب كتيرة وكلها حلوة قوي. سيبك بقى من اللعب والكلام الفارغ. قولي يا حبيبي انا وحشتك قوي قوي يا بابا. خليك معانا بقى وبلاش تسافر. انا كنت زعلان علشان انت سبتنا وسافرت. غصب عني يا حبيبي غصب عني. يا ريت تسمع كلام ابنك يا محمود. بلاش سفر بقى يا ابني وغربه وشحطاطه. ان كان عليا مش عايز اسافر ولا ابعد عنكوا دقيقه واحده. ما تصوريش يا ماما كريمة الغربة مرة قد ايه. وكل يوم بعيد عن مراتي وابني كان بيمر عليا كأنه ظهر. يبقى تاهت ولقيناه. بلاش تسافر يا ابني وقعد في بيتك. ابنك محتاج لك يا محمود. مش هيبقى امه غايبة عنه وابوه كمان. ما تسافرش يا بابا. حاضر يا حبيبي حاضر. مين؟ جواد. جرى ايه يا دكتور؟ بقالك كام يوم يعني قافل العياده ومعلق لنا يافطه بتقول فيها انك مسافر. مسافر فين بقى؟ جوه العياده؟ مش شغلك. افتح العياده اقفل العياده دي حاجه تخصني. دي هفوتها لك بمزاجي. طب وبيتك بره البيت؟ مش شغلي برضو؟ بيت؟ انهو بيت؟ بيتك يا دكتور. البيت ده مش بيتي. ده بيتك انتي زي ما ابنك ما قال. انت هتعمل عقلك بعقل عيل ولا ايه؟ عيل؟ دلوقتي بقى عيل؟ طب ده انا كنت فاكراك هتعتبره زي اخوك الصغير وبيلعب معاك. اخويا الصغير برضو يشتمني وهزاني ويكسر لي دراعي؟ معلش حقك عليا. ليك عليا اول ما ترجع البيت هخليه يستسمحك ويقول لك حقك عليا وهخليه. لا, لا لا يبعد عني خالص. لا اقول له ولا يقول لي. خلاص خلاص. قصدك ايه يا دكتور؟ قولها يا دكتور قولها. لانك عاوز تطلقها وان الحكايه لازم تخلص على كده. الا مش هتقدر تقول لها علشان كل اللي كسبته من العياده يا دوب يساوي حق مؤخر الصداق. قول يا دكتور قول. اسمعي يا جوهر، انا وانتي ما ينفعش نعيش في بيتك. البيت اللي يجمعنا لازم يبقى بيتي انا. انا اللي شاريه بفلوسي وفرشه بفلوسي ونعيش فيه لوحدنا علشان احس ان انا راجل البيت ومحدش يعايرني ان انا عايش في بيت مراتي ولا براشوت. ما تتصورش انا فرحانه بكلامك ده قد ايه. عندك حق، احنا لازم نقعد في بيت لوحدنا بعيد بعيد عن امي وعن رضا وعن الحته كلها وعن الدنيا بحالها. انا كنت فاكره اني هقدر اقربك من رضا، لكن دلوقتي بس عرفت ان انا كنت غلطان والظاهر ان مفيش فايده. وفعلا الحل اللي انت بتقول عليه ده هو اللي هيريحنا كلنا عشان نرجع لبعض. وانا مستعده اساعدك في السر عشان ناخد شقه لوحدنا. الحمد لله الحمد لله. دلوقتي معايا اللي اشتري بيه كل اللي نفسي فيه. فلوسك خليها لك انا ما عنديش محتاجها.
خلاص خليك على راحتك. كلها اسبوعين ثلاثة بالكتير يعني، هكون لقيت الشقة وفرشتها ونعيش فيها مع بعض. ولغاية ده ما يحصل تبعدي الواد رضا ده عني خالص. ليه ما قدرتش تقول لها يا باكت؟ ليه ما قلتلهاش انك ما بقتش طايقها وانك مش قادر تعيش معاها لحظة واحدة كمان، وانك بقيت بتكره نفسك كل ما تفتكر انك اتجوزتها علشان الفلوس؟ مش هي دي الحاجة اللي منعك تطلقها؟ انك هتخسر كل حاجة، الفلوس والعربية وحتى العيادة، لانها مش هتسيبها لك لو طلقتها، وهترجع لنقطة البداية من اول تاني. يا ترى انت قادر تعمل ده وتخسر كل حاجة بس ترجع لك كرامتك واحساسك برجولتك، ولا هتفضل زي الطور المربوط في ساقية ومغميين عينيه ومحكوم عليه يلف ويدور في نفس الدايرة بقية عمره؟ عارف يا بابي، كريمة دي طالعة لك خالص، شبهك الخالق الناطق. اسمها وفاء يا حبيبتي مش كريمة. اللي تشوفه حضرتك يا بابي، بس هي باين عليها تبقى أمورة قوي لما تكبر، بس مش أحلى مني طبعا. يا حبيبتي مفيش حد في الدنيا أحلى منك. ده أنا هدلعها دلع، لما تكبر هاخدها واخرجها وافسحها واوريها الدنيا كلها، بس أنا بحبها قوي. هي كمان يا حبيبتي لما تكبر هتحبك قوي قوي قوي. أنا مبسوطة قوي يا بابي إني بقى عندي أخت. حبيبتي أنا مش عايزك تبعدي عنها خالص، وعايزك دايما تاخدي بالك منها. طبعا هو أنا ليا مين غيرها؟ ده أنا من كتر ما بتوحشني جيت أقعد معاك عشان أكون جنبها. أنا هطلع أشوفها وأطمن عليها. لا لا لا. ليه؟ في إيه أنت؟ يمكن مراتك خايفة على أختي مني؟ لا حبيبتي هو تقولي كده. اطلعي 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 شوفيها. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تكونيش خايف على بنتك من دولي؟ انا ما اقصدش كده، بس انا بنتي بترتاح في حضني. انت من ساعه لما رجعتي الفيلا هنا وانت حالك متغير، ايه الحكايه؟ مش عاجبك انك انت تقعدي في الفيلا هنا؟ مش متعوده على قعده الفيلا ولا ايه؟ بفضلك يا فؤاد ما تجرحش فيا. امك هي اللي قسيتك عليا. ما هو ملهاش دعوه باي حاجه، ما بتتدخلش في حياتي. امك عمرها ما حبتني في حياتها. عمرها ما حبتك؟ ليه بتقول كده؟ عارفه مين اللي قسى جدك عليا عشان افسخ خطوبتي لخالتك الله يرحمها؟ امك. ماما. ايوه ماما، قعدت تقول له ده لسه في بدايه حياته معهوش فلوس وهيقعدها جنبه سنين وسنين، قعدت تزن على دماغه لغايه لما فسخت خطوبتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ إذا ما كنتيش مصدقاني روحي اسأليها. حتى لو كان ده حصل أكيد هي ما تقصدكش أنت بشكل شخصي. تقصد أو ما تقصدش مش ده المهم، المهم إذا كانت هي قدرت إنها تعمل ده زمان وتبعدني عن الإنسانة اللي أنا حبيتها وتمنيتها، فمش هتقدر تعمل ده النهاردة، ومهما حاولت مش هتقدر تاخدك مني. أنا دلوقتي بس عرفت أنت ليه اتجوزتني، عشان تحس بانتصارك على ماما. وإذا كانت هي خليتك تسيب خطيبتك زمان، أديك أهو النهاردة اتجوزت بنتها غصب عنها عشان تعوض إحساسك القديم بالفشل. شوفي يا أنت، إذا كنت أنا فشلت زمان فده لأني كنت شاب ساذج عايش في الأحلام وفي الأوهام، لكن النهاردة لا يمكن هسمح لأي حد إنه يهزمني. حتى لو كان كلامك ده صحيح، إيه اللي أنا أذنبت فيه عشان تعاملني بالقسوة دي؟ فين كلامك عن الحب؟ وإنك هتكون لي الأخ والأب والزوج، وهتكون الحبيب الوحيد في حياتي. دلوقتي بس أنا فهمت، أنا بالنسبة لك نوع من العلاج النفسي اللي بتعالج بعقد قديمة. حاسبي على كلامك يا هند. هي دي الحقيقة، انت اعتبرتني قضية ولازم تكسبها زي ما بتكسب كل القضايا بكل الأساليب.
والفرصة جات لك لحد عندك على طبق من دهب عشان تمتلكني زي ما انت ما بتقول، حتى لو كان الثمن حياة وسعادة إنسان عمرها ما ظلمتك في حاجة، إنسانة حبيتك خليتها تدفع ثمن غلطة هي ملهاش أي ذنب فيها. عارف يا خيري، انا وكنت اعرف ان الدكتور الباراشوت ده كده من الاول كنت عملتها معاه وكسرت له ايده ورجله. طب وايه اخره المشاكل دي يا رضا؟ اخيرا انا المشاكل بقيت ادور عليها بملاط. يا رضا انا خايف عليك. خايف عليها من ايه يا خيري؟ من الحاجات اللي انت بقيت تستعطاها عمال على بطال دي. خد يا نسا، خد يا نسا، هو ازاي بقى كده؟ انتوا عايزين تعملوا في الشباب الله يخرب بيوتكم، عايزين تعملوا في الشباب. يا رضا انت ايه يا عم اللي انت بتعمله في الشارع ده؟ بعمل ايه يا عم؟ اتقل انا هخطفها اساسا. خدي بس اقول لك على حاجه. ايه اللي انت بتعمله ده يا عم انت؟ فكك خلاص فكك، انا لازم اروح اعمل مشوار مهم. مشوار؟ مشوار ايه دلوقتي؟ هجيب الحاجات اللي تلزمني، ما انت عارف الدماغ بتلق. كشف ترشيحات مجلس الاداره اهو يا زكيه، واسمك فيه اول اسم. هو حضرتك لسه ما بعتهوش الوزارة؟ ده بكرة الصبح آخر ميعاد لتسجيل أسامي المرشحين. ما أنا ما حبيتش أبعته إلا لما آخد رأيك في حاجة معينة ويهمني ردك عليها. حاجة إيه يا فندم؟ أنت عارفة إن في موظفين كتير شايفين إنهم أولى منك بالترشيح في مجلس الإدارة وكانوا عاملين حملة ضدك. كل واحد حر يرشح نفسه من أصغر موظف لأكبر موظف. مظبوط، بس المهم انه يكون تبعي عشان يضمن نجاح. مش فاهمه يا فندم. في ناس كتير طمعانين انهم يدخلوا مجلس الاداره ويقدموا لي خدماتهم من غير حضور. برضه مش فاهمه يا فندم. المساله دلوقتي مين فيهم اللي هيقدم خدماته اكتر، انت ولا هما؟ معنى كده يا شوكت انك بتفكر تستبدلني بمرشح تاني للمجلس؟ عارف لو عملت كده هشردك. يا زكية انت رحتي فين؟ ابدا يا فندم. شوفي يا زكية، انا هتكلم معاكي بمنتهى الصراحة. انت عارفة اننا داخلين على مشاريع ضخمة للشركة، منها توريد قطع غيار وتجديد واحلال لخطوط انتاج كاملة قيمتها لا تقل عن 30 مليون جنيه، ويهمني ان المناقصه دي ترسي على شركه معينه اصحابها اصحابي وحبايبي وهم اولى بيها من اي شركه تانية. طب وايه المشكله في كده؟
انا عاوزك ترسل المناقصه دي على الشركه اللي هقول لك عليها باي شكل. ايوه يا فندم، بس ده مش من اختصاصي. حتى لو بقيت عضو مجلس اداره فانا هبقى مجرد عضو، يعني صوتي لوحده مش مؤثر. ما تشغليش نفسك بالحكايه دي، ساعتها هنبقى نتكلم وهنشوف هنعمل ايه. يعني يا فندم، ترفيه المناقصه على الشركه اللي سيادتك عاوزها فيها مشكله ليا؟ هو يعني جايز تكون في عروض من شركات تانية بأسعار أقل، وزي ما أنت عارفة القانون بيقول إن المناقصة ترسي على أصحاب الأسعار الأقل بغض النظر عن المواصفات، وده طبعا شيء إحنا مش عايزين. أنا يهمني في المناقصة دي المواصفات قبل الأسعار، وأنت طبعا عارفة القانون. طب ما دام المسألة كده، ما سيادتك تقعد مع أعضاء لجنة المناقصة وتقنعهم. فكري وما ترديش دلوقتي، بس للأسف مفيش قدامك وقت كتير عشان تفكري. بكرة الساعة 9 صباحا لازم يكون الرد قدامي، يا إما بالرفض أو القبول، ساعتها هبقى أحط كشف المرشحين في صورته النهائية. شفت يا ماما العجلة الجديدة اللي بابا جابها لي؟ أنا بقيت أعرف أسوقها أهو. إيه ده؟ انت عايز تلعب بالعجلة دي جوه البيت؟ عايز تكسر لي العفش ولا ايه؟ يلا اطلع بالعجلة دي بره، ارميها في اي حتة، في الطنطرة ولا في اي حتة. انت هتشتغل لي في لزق انت وابوك ولا ايه؟ انا كفاية اللي انا فيه، انا عصابي تعبانة، اللي فيا مكفيني. اهدي بس يا زكية وسيب الولد يلعب. لعبت عليه مصارينه. وهيلعب اهو، مصارينه فين بس؟ ما تخافيش، انا واخد بالي منه. بقولك ايه، اعمل اللي انت عايز تعمله، بس سيبني في حالي، انا اعصابي تعبانه ومش ناقصه. مالك يا زكيه؟ انت من ساعه ما جيتي من الشغل وانت عصبيه ومتنرفزه، في حاجه يا حبيبتي؟ ما تشغلش نفسك انت، قولي انت مسافر امتى. ما هو ده الموضوع اللي كنت عايز اكلمك فيه من كام يوم. خلاص مش هسافر. ايه انت بتقول ايه؟ ما هو ما عادش فيه لزوم لسفري. انت دلوقتي الحمد لله مرتبك وبدلاتك وعلواتك، ممكن يعني. ممكن ايه؟ انت عاوز تعيش عالة عليا ولا ايه؟ عالة عليكي؟ ليه بتقولي كده يا زكية؟ امال تفهمي اللي انت بتقوله ده ايه؟ انت عاوز تقعد في البيت وتمدد، لا شغلة ولا مشغلة، وانا اصرف عليك؟ انت عاوز تعيش عالة على واحدة ست؟ انت عمرك ما هتصرف عليا حتى لو كان معاكي مال قارون. انا في الاخر تقولي عليا عالة عليكي؟ ليه بتقولي كده يا زكية؟ ما انا طول عمري بصرف على نفسي وبيتي وابني وعليك انت كمان، طول عمري مش محتاج لحد. اسمع لما اقولك انا ما فياش دماغ واعصاب ليك. انت عقدك هناك 4 سنين، يعني هتقعد هناك 4 سنين، وانا ما عنديش كلام غير ده اقولهولك. درجات يا زكية؟ بقولك ايه، انا اعصابي تعبانه ومانيش ناقصه ولا كلمه منك. رتب نفسك عشان تسافر اذا كنت ما انتش عاوز مشاكل. هم 4 سنين هتقعدهم، يعني هتقعدهم، وما عنديش كلام تاني. ولا انت يا بنت كفايه بقى، رايح جاي دوشتني غرب البتاعه دي وانا في شقه ولا في مقهى عربيات. يلا قوم. الو قلت شوقي، انا اسفه ان انا بكلمك في وقت زي ده. انا موافقه على كل طلبات حضرتك. ايه يا اشرف، مش هتفطر ولا ايه؟ ماليش نفس. انت بقالك كذا يوم بتنزل من غير ما تفطر. اصل عرفت انها هتنقل في الحركه الجديده. هتتنقل فين؟ هما خيروني ما بين أسوان ومرسى مطروح، وأنا لسه بختار. أسوان ومرسى مطروح؟ إيه؟ مفاجأة سيئة بالنسبة لك؟ نسيت إن أنت متجوزة ضابط شرطة وإن ده طبيعة شغله؟ يا ترى بقى لما هنفذ النقل هتيجي معايا ولا مش هتقدري تسيبي شغلك والشركة؟ أشرف، أنا مفيش حاجة عندي في الدنيا كلها أغلى منك، ولا حتى الشركة. الكلام ده من قلبك يا مديحة؟
بكره النقل هيحصل وهتشوف. هتنقل معاك ولا هقعد هنا؟ طب وشغلك ونجاحك؟ اخس عليك يا اشرف، ازاي تفكر ان ممكن اي حاجه في الدنيا حتى لو كانت كنوز الدنيا كلها اغلى منك عندي؟ وبعدين يا استاذ، الشركه دي انت اللي عملتها لي، يعني لولاك ما كانش هيبقى في شركه خالص. وبعدين بقى انا عملت سيستم في الشركه، بوجودي او عدم وجودي يعرفوا يمشوا كويس. يا مديحه، انا سعيد جدا ان انا بسمع منك الكلام ده. بقولك ايه، انا جعان جدا، ما تيجي نفطر بقى. انا مستعد اكل الاكل ده كله. طب وانت ناوي على ايه بقى يا جامد؟ هاخدها في مكان لوحدينا عشان اكلمها على استفراد، قولها بقى على السوق اللي مالي قلبي. طب افرض قلبتك بقى وما رضيتش تروح معاك؟ قلبت مين يا دسيس؟ انت اللي تتقلب. انا ما ينفعش حد يقلبني، وهتشوف هتيجي غصب عنها عشان افهم بقى انا ولا سي الدكتور ده. ملحش يا استاذ، هنفضل واقفين كده لحد امتى؟ طب ايه يا كابتن، وانت ايه اللي مزعلك يعني؟ مش كل شيء بحسابه ولا ايه؟ يا صفية، ايه اللي جابك هنا؟ في يا صفية، اصل ما بعرفش اكلمك في الحتة، قلت اجي اكلمك عند الجامعة. انا ماشية. لا ماشي ايه يا صفية؟ بصي انا مأجر تاكسي، ممكن نروح نقعد في اي مكان هادي نتكلم على رواق. انا ما اقدرش ابدا اروح معاك اي حته، انت فاهم؟ طب انت مالك زعلانه قوي كده ليه؟ وقف يكلميني زي ما انا ماشي. يا رضا بكلمك. ايه يا رضا بتسيبني من ده كده ليه؟ انت بتزعلي صوتك. انا عايزك تجيبني من ده الحقيقي يا جماعه. خد بس انت بس شايف الواحد يروح على مكان ده؟ شايف الواحد يروح على مكان ده؟ مالك يا صفية؟ في ايه؟ بتعاكي ليه؟ انا خايفه يا ماما كريم، خايفه. خايفه من ايه؟ ايه مالك يا بنتي؟ صفية قولي لي يا بنتي ايه اللي حصل لك؟ عيطتي ليه؟ ها؟ ده واد مجرم، مجرم ومتهور ومدمن، علامات الادمان واضحه عليه جدا. انا بس ما رضيتش يعني اقول لامه علشان المشاكل ما تزيدش، قلت ابعد عنه خالص واتجنبه، بس الظاهر مفيش فايده. شكل ده الواد اللي اسمه رضا ده بقى خطر جدا. انت عارف ان المدمن ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا من غير تفكير، لانه بيبقى مسلوب الاراده. صح صح، وعلشان كده انا سبت البيت خالص وجيت اقعد هنا في العياده في امان، لان فعلا مدمن وممكن يعمل اي حاجه، ده متهور. طب واخرتها؟ وايه اللي يجبرك على النار اللي بتحرق نفسك بيها دي؟ طلقها يا باكت، طلقها وملعون ابو اي حاجه تانية. اطلقها يعني واخسر كل اللي انا فيه ده؟ لكن هتكسب نفسك وراحه بالك. اسمع كلام يا بهجت، وطلقها قبل ما يفوت الاوان وتخسر كل حاجه. عندك حق فعلا، انا من ساعه لما اتجوزتها وانا حاسس ان انا مش انا، حاسس ان انا مغصوب على كل حاجه، حاسس ان انا كاره كل حاجه، وبهرب من الناس ومن نظراتهم ليا، مش عايز ابص في عينيهم، حاسس ان في عينيهم نفس الكلام اللي بيقولهولي الواد رضا المجرم المتهور ده. هي حصلت انه عاوز يخطفك؟ وقعته سودة. انا بقى المرة دي مش هسيبه وهوديه في 60 ده. لا يا ماما كريمة ارجوكي، انا مش ناقصة مشاكل تانية مع الست جواهر. مشاكل؟ وهو اللي حصل ده انسكت عليه؟ الواد ده لازم يتقدم، لازم يخش السجن، ده بقى عامل زي الديب المسعور. انا مش قلت لك 100 مرة ما تسيبش العجين في الفرن لا يتحرق؟ انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ امال انا ناقصاك؟ مش كفاية؟ خبر يا ست جواهر؟ في ايه؟ رد عليا بك. ايه؟ ايه اللي صعب فيها يا جواهر؟ مالك؟ في ايه؟ في سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الطف يا رب، الطف يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا انا ماه بعد الشر عليك يا ابيض يا قشطه، ان شاء الله اللي يكرهوك. يا ست جواهر مالها يا معلم؟ هو مش عرفني، هو انا دكتور ولا بدر؟ كور انت مال اهلك؟
الحمد لله على السلامة يا ننوس عين أم. أمك الحمل الظاهر تعبها ومش لاقي حد يا ولدها يقف جنبيها، قوم أغمن عليها. يلا بقى عايزين نشرب المغاد بقى بتاع النونو الجديد ونفرح بيه، يبقى أخوك الزغنن. ابني ما كانش يقصد، المعلم هاشم هو اللي اتهجم عليه وابني كان بيدافع عن نفسه. ما حصلش. ابنك هو اللي جري على المعلم هاشم وضربه من غير هاشم ما يعمل له حاجه. دي عهد مستديم يا حضره الضابط مع سبق الاصرار والترصد. انت ايه حكايتك؟ عايز توزي ابني في داهيه ليه؟ ابنك مجرم ولازم يسجنوه. ابني ما كانش يقصد، هاشم هو اللي كان مستقصده في الرايحه والجاي. وحيد خد رضا واعمل محضر بالحادثه وخد اقوال الشهود، والمحضر ده يتعرض على النيابه المسائيه مع اداه الجريمه. فوت قدامي يلا. حرام عليكم، مش كفايه اللي حصل له؟ حرام عليكم. حرام عليك يلا. مش كفايه اللي حصل له؟ حرام عليكم. ايوه يا حبيبتي. لا لا لا، مش بكلمك من المعرض الجديد، انا عندي مشكله صغيره كده هخلصها واجي لكم الفيلا بالليل. سلميلي على حمايا وحماتي العزيزه لحد ما اجي لكم بالليل على العشاء. أورفار. لو سمحت يا حضرة الضابط، عايز أسجل أقوالي في المحضر لأني مش فاضي، عندي شغل كتير. حاضر، هسجل لك أقوالك وهمشيك بسرعة. ابني، ابني راح مني يا أم، ابني خلاص راح مني يا دكتور، المرة دي مش هيسيبوه. ولا اللي اسمه كمان شهد على رضا زي ما يكون عايز يدخله السجن ما يخرجوش منه. الله، اهدي اهدي بس يا جواهر، خلينا نفكر يا بنتي هنعمل ايه. انا كان قلبي حاسس، كان قلبي حاسس ان رضا هيعمل مصيبه، عيني الشمال كانت بترف من الصبح. انا رايي ان احنا نشوف له محامي كويس. مفيش غيره، المحامي اللي انا رحت له اول مره جوز الاستاذه هند، ده محامي شاطر قوي، انا هروح له دلوقتي. يا بهجت، انت مش هتيجي معايا؟ اه طبعا طبعا، ازاي يعني هسيبك في ظروف زي دي؟ انا مستعده ادفع لك اي حاجه، كل اللي تطلبه مني ان شاء الله بيع كل اللي حلتي واديهولك، بس ابني يطلع منها. ايه دي بس يا ست جواهر، اتفضلوا اقعدوا. خلي الكلام في الاتعاب ده بعدين، اهم حاجه عندي دلوقتي اني ادرس ملف القضيه واشوف ملابسات الجريمه واحتمالات الحكم المخفف على ابنك من عدمه. بس انا لازم اكون صريح معاكي، إذا لقيت إن القضية دي مش في صالحه أنا آسف مش هقدر أقبل. أبوس إيديك يا أستاذ، محدش هيقدر ينجد ابني باللي هو فيه غيرك، ده هو اللي حلتي إلهي يخليك. أبوس إيديك يا أستاذة، ده محدش هينجد ابنها غير حضرتك من اللي هو فيه، ده هو اللي حلتها. وبعدين ما يهمكش مصاريف، اطلب اللي أنت عايزه، جواهر مستعدة تبيع عمرها كله علشانه. وأنا كمان طبعًا. شوف يا مديحة يا بنتي، إن كان على الشركة ما تشيليش هم، سافري وانت مطمنه، النظام اللي انت عاملاه الكل هيمشي عليه. لكن مش هي دي المشكله. عارفه ايه المشكله؟ ايه هي المشكله يا استاذ سالم؟ انك ما فكرتيش تجيب لجوزك بيبي صغير يملى عليكم حياتكم. اخلف؟ ده الشيء الوحيد اللي هيثبت له انك ما بتفضليش شغلك عليه. انا نفسي اتفاجئت لما شفته، اصل كنت قلتيلي ان كمال ما حلتوش حاجه غير المحل الصغير اللي سابوه لاخوه. معقول يعني في خلال سنه يبقى عنده محل ذهب تاني وعربيه فخمه بالشيء الفلاني؟ تفتكري جاب الفلوس دي كلها منين؟ معرفش. سمع ان انت بتسالني السؤال ده ليه يا اشرف؟ ابدا يعني، ادي احنا بندردش، وبيتهيالي برضو اللي بيحصل في الحته عندكم يهمك انك تعرفيه. اللي عايزاك تعرفه كويس قوي ان انا ما يهمنيش اعرف اي حاجه عن الحته بتاعتنا ولا اللي بيحصل فيها، وخصوصا كمال، لانه ما بقالوش اهميه بالنسبه لي، حتى لو عنده ملايين. ملايين ملهاش عدد، لان فلوسه دي عمرها ما هتخليه يكبر في نظري. فهمني يا اشرف. انت فهمتيني غلط، انا ما كانش قصدي اضايقك بكلامي.
قصدك ولا مش قصدك؟ بلاش نتكلم في الموضوع ده. مفيش مشكلة، بس يا ريت من غير عصبية. مش ملاحظة إن أنتِ بقيتي حساسة اليومين دول لأي حاجة أنا بقولها؟ أنا آسفة يا أشرف، أنت عندك حق. مش عارفة إيه اللي حصل لي. أنا متوترة قوي اليومين دول. ده غير الخبر اللي أنت قلته لي عن رضا. أيوه، بس ده عادي. دي النتيجة المتوقعة، خصوصًا بعد جواز أمه من ابن خالتك. ابن خالتي؟ أيوه يا مديحة. لأن الاتنين كل واحد فيهم دور على مصلحته وسعادته. محدش فيهم فكر في رد فعل الشاب في سن المراهقة هيكون إيه لما أمه تتجوز. تشرب حاجة ساعة. مديحة. نتيجة التحاليل والفحوصات اللي عملتيها هتظهر إمتى؟ آخر الأسبوع. هما هيعملوا إيه مع رضا؟ هيعملوا إيه يعني؟ هيسجنوه طبعًا. مالك؟ مفيش يا ابني، دي اصلها من اول ما سمعت باللي حصل للمعلم هاشم وراجل صعبان عليها. ابي باجد انا ما عدتش مستحمله. ابي باجد انت لازم تطلق جواهر وتاخدني ونعيش في اي شقه. ابي انا عايزه امشي من الحته وانسى كل اللي حصل فيها. لا اصل الامور دلوقتي اتغيرت يا صفيه، يعني انا ما ينفعش اطلق جواهر في الظروف دي، يعني الناس تقول عليا ايه. لا وهي كمان يعني دي ممكن يحصل لها حاجة يا صفية، كفاية المصيبة اللي هي فيها. يعني ايه يا بي؟ هتفضل متجوزة وعايش معاها؟ لا ده مؤقتا يا صفية. أنا مضطر أعمل كده وأوعدك أول ما الظروف هتتحسن مش هقعد معاها يوم واحد كمان. هو حالتي أنا مضطر أنزل، يعني هروح أفتح العيادة النهاردة لحسن، بقالي كام يوم قافلها كده، بقى الزباين هتهرب. بعد اذنك يا خالتي. مع السلامه يا ابا. مش عايزه حاجه حبيبتي. متشكره. السلام عليكم. كده يا صفيه عايزه تسيبيني؟ ايه اهون عليكي ابعد عنك ولا خلاص ما بقيتيش تحبيني؟ الحكايه مش كده ابدا يا ماما كمان. امال ازاي؟ قوليلي قوليلي ايه اللي كاتماه في قلبك ومش قادره تقوليلي عليه؟ ماما كريمه، ماما انا في لحظه حسيت اني حسيت انك ايه؟ كلمي يا دنايا انا سامعاكي فضفضي. ما كنتش تقوليلي انا هتقولي لمين؟ انا بحب رضا يا ماما كريمه. باللي بتتمنى وامشي اتعلم من اللي بيندم واللي ما كانش هنا. خد الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى وامشي اتعلم من اللي بيندم واللي ما كانش هنا. دي الاحلام في الدنيا كتير واللي بنص جناح بيطير لو مسنود على قلب كبير بيحب ويرعاه بيحب ويرعاه. خد الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى وامشي اتعلم من اللي بيندم واللي ما طالش هنا. احلم حلم يكون على قدك تقدر توصل بيه وامشي ودور على اللي يحبك واللي يشاركك فيه. ده اللي بيمشي لوحده مفيش أهل بتسأل عنه. ده اللي بيمشي لوحده بحلمه ولا فيش أهل بتسأل عنه ولا فيش حد نامين بيضمه ولا فيش حد نامين بيضمه. حلمه يضيع وياه حلمه يضيع وياه. خد الدنيا نصيبك واحلم باللي بتتمنى وامشي اتعلم من اللي بيندم واللي ما ضلش هنا. الأحلام في الدنيا كتير واللي بنص جناح بيطير لو مسنود على قلبي